استدعي الشدوي. شكرا جزيلا واهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا وسهلا الاستاذ منير. يعني عدتم مؤخرا يعني من جنيف من واحد جوله حقوقيه مشاركتكم في المجلس الحقوقي، اعطينا فكره حول كيف كانت المشاركه ديالتكم ضمن الوفد المغربي. كان مشاركتنا بجنيف هذه المره كانت استثنائيه نظرا لكون فتره الاغلاق قد كانت منعت العديد من منظمات المجتمع المدني للترافع امام مجلس حقوق الانسان للامم المتحده، وهذه فرصه من اجل الترافع حول وبشكل حضوري ايضا حول العديد من البنود وحول في اطار النقاش العام وفي اطار الحوار التفاعلي. اكيد هذه المناسبه كانت مناسبه من اجل اثاره الانتباه المنتظم الدولي حول عديد الانتهاكات والتي تفاقمت اكيد بعد فتره كوفيد بالدرجه الاولى، وايضا خصوصا بعد تملص البوليساريو من وقف اطلاق النار بعد ما يسمى بازمه القرقرات والتأزيم للوضع هناك. اكيد ان حالة حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ومسؤولية تنظيم البوليساريو بالدرجة الأولى والبلد المضيف الجزائر كانت حاضرة وبقوة، تم إثارة الانتباه المنتظم الدولي إلى عديد النقط لا من خلال التفاعل مع تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي في إطار البند الثاني، من خلال إثارة مجموعة من الانتهاكات الجسيمة التي تطبع المخيمات، وأكيد التي أيضا في بعض منها نستطيع أن نتحدث عن جرائم حرب بامتياز. كان حاضر أيضا في هذا اللقاء بالإضافة إلى الأصوات المجتمع المدني المؤطرة، كانت هناك شهادات حية صدح صوتها داخل مجلس حقوق الإنسان لا من خلال حوار تفاعلي ولا من خلال أيضا النقاش العام في تفاعل مع بند المفوض البند الثاني لتقرير سنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ولا من خلال النقطة الثالثة أو البند الثالث الذي يتعلق بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية. الشهادات الحية كانت حاضرة عبرت عما يقع داخل مخيمات تندوف، وهذه الشهادات الحية التي كانت ضحية الاعتقال التعسفي التعذيب من حرية التظاهر من حرية التعبير، وأيضا جميع مظاهر الانتهاكات بما فيها مظاهر الفساد داخل مخيمات تندوف. أكيد أن موضوع الاختفاء القسري كان حاضر بقوة أيضا، وموضوع تجنيد الأطفال كان حاضر. هي مناسبة كانت فرصة من أجل تعويض ذلك النقص الذي حصل خلال الدورات الماضية منذ الدورة 43 حتى الآن، وأكيد أن الدورة 49 شملت جميع الحصاد إن صح التعبير حول ما تم مراكمته من انتهاكات داخل فضاء مخيمات تندوف حتى الآن. نعم، شنو الأثر ديال هذه الشهادات الحية ديال ساكنة مخيمات تندوف خصوصا ضحايا انتهاكات؟ أكيد أن الترافع بلسان منظمات المجتمع المدني هو جد قوي، ولكن حضور الشهادات الحية له وقع خاص، وأكيد سوف يكون له في القادم من الأيام يعني صدى إيجابي أن فيدباك بوزيتيف بالدرجة الأولى. وأكيد أن هؤلاء الضحايا وهم يتحدثون عن معاناتهم داخل مخيمات تندوف سوف نجد الأثر داخل التقارير بالدرجة الأولى الآليات الأممية وبالخصوص الآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأيضا داخل التقارير أو مراسلات ما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من أفرقة عاملة من مقرر خواص ومن خبراء أيضا. أكيد أن حتى تصويب الأمور داخل ما يسمى أجهزة الأمم المتحدة بما فيها السكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعنية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط سوف أيضا يتم تبني هذه الآراء بالإضافة إلى الإفادات التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني. أكيد أن الترافع حول ما يقع داخل مخيمات تندوف هو مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسؤولية حقوقية وقانونية اتجاه ولايتنا التي نشتغل عليها. مرصد صحراء كتجربة عمل جماعية تطمح إلى تسليط الضوء حول
قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والمسارات السلم والديمقراطية داخل منطقة الساحل والصحراء، أكيد كان من الأوجب وكان من الأولوية تسليط الضوء على منطقة هي بعيدة عن الأضواء، بعيدا عن الرقابة الدولية، والتي تعنينا لأنها هي تشمل من لهم امتداد أسري ولنا هناك. مخيمة تندوف يعرف الكل بأنها ظلت لأكثر من عقود منغلقة على مجموعة البحثية وعلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وعن عملية الرصد بصفة عامة بما فيها الانفتاح على المساطر أو الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالدرجة الأولى. لذلك كان لزاما علينا أن نفتح هذا الملف، وفي بعض منه كانت بعض ملف حقوق الإنسان كانت بعض الطابوهات التي حاولنا تسليط الضوء عليها بما فيها وضعية المرأة ووضعية الطفل على اعتبار أنهم الحلقة الأضعف في كل مشكل وفي كل نزاع. أكيد أن متابعتنا بالرصد والتوثيق لما يقع داخل مخيمة تندوف من خلال مرصد الصحراء هي كتجربة جماعية كآلية تركب بين التفكير المسنود بالأبحاث والدراسات، مكننا من إصدار العديد من الأوراق البحثية، العديد من التقارير، وكذلك العديد من الإفادات الكتابية والإفادات الشفوية في تفاعل لا مع المنظومة الأممية ولا مع منظومة الاتحاد الأوروبي ولا مع أيضا المنظومة القارية للاتحاد الإفريقي من خلال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.